انتقد الدكتور سعيد سعدي الرئيس السابق لحزب الأرسيدي في المحاضرة التي ألقاها بتيزي وزو بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي السياسة التي تنتهجها بعض الأطراف لطمس ذكرى أحداث 20 أفريل سنة 1980 بتحويلها من مناسبة للنضال من أجل الهوية الوطنية والقضية الأمازيغية إلى مناسبة للرقص والغناء. أين في ذنك الذي ثمانين بغانا ثأغثرن ألثين ومن داير زيك النين فرانس سوذبوز فرانس محقرانيث وكنين كرديغان المقر ثاسواث أكنين زمر أكنين والا أكنين السن ثورة غاثن سكشمند سوسي داخل سي بوكو بلي دانجورو كلا ريبريسيون ما إلا زمرن أكرن ثاك مامث أثنى أردينا توثن ما إلو زمرنا ران أدكشمند ديث الماست إوا كناز سلوغن أين في النوض على رزان الساس. وبهدف الارتقاء باللغة الأمازيغية يرى الدكتور سعدي أن الوقت حان لتأسيس هيئة جامعة لتنسيق كل الجهود الهادفة للنهوض بهذا الإرث. ما أين يعني ثمازيغ ثقيل وتختيري غيرا الشركة سدوك لاغ يفا فالوار بانسي أميتر ان بلاس اون انستانس كي يسي داناليزي ديفالوي de proposer, éventuellement de coordonner les actions, les stratégies à mettre en œuvre, et c'est faisable. اللقاء الذي نظمه الأرسيدي هو لقاء سنوي يأتي تمهيدا لمسيرة سلمية بمناسبة ذكرى الربيع الأمازيغي.